مساء الخير وأهلا بكم من جديد. أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ورقة بحثية بعنوان سري للغاية عن قوانين تداول المعلومات في مصر، استندت إلى قراءة وتحليل القوانين المتعاقبة منذ القرن الماضي التي تقيد حرية تداول المعلومات في محاولة لفهم السياق السياسي الذي انطلقت منه تلك القوانين. وتحظر هذه القوانين وفقا لمنظمة تداول المعلومات من خلال وضع نصوص مقيدة وإجراءات بيروقراطية دون ضمانات، ما يؤدي إلى أن يكون الأصل هو حجب المعلومات والاستثناء أن تفصح عنها مؤسسات الدولة. ومن تلك القيود جاء كما جاء في التقرير التوسع في حظر النشر ومنع تداول المطبوعات وممارسة الرقابة على الإنترنت وفرض عقوبات سالبة للحرية خاصة على موظفي القطاع الحكومي. وينضم إلينا من اسطنبول شريف هلالي المحامي ومدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان. أهلا بك معايا أستاذ شريف. والحقيقة أن التقرير رصد العديد من المواد القانونية الموجودة في التشريعات المصرية اللي وضعها المشرع المصري اللي لا يمكن قراءتها إلا أنها يعني لوضع مزيد من القيود على تداول المعلومات. هل احنا مشكلتنا في مصر، لان الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم يعني على الاقل الثلاث اربع سنين اللي فاتوا كنا بنتكلم ان مشكلتنا الاساسيه هو عدم وجود قانون لتداول المعلومات في مصر. هل المشكله اعمق من كده؟ أهلا بك يا سلمى. يعني أنا في تقديري وإلى حد كبير طبعا هي أعمق من كده، إن هو أصلا ما فيش توجه من جانب الدولة وأجهزتها المختلفة لاحترام الحق في تداول المعلومات، رغم إن هو التزام موجود في نصوص الدستور، دستور 2014، والدولة بتلتزم بتوفير المعلومات للمواطن وكده، لكن في الحقيقة حتى الآن في ظل غياب قانون يعني ديمقراطي بيحقق هذا الالتزام الدستوري، الا انه في الحقيقه كمان البنيه التشريعيه اللي ما زال بعضها مثلا موجود من زمن الاحتلال الانجليزي، اللي هو قانون المطبوعات 20 لسنه 1936 اللي هو خاص بتداول المطبوعات، بيكرس التوجه الى يعني هيمنه الدوله على كافه مصادر المعلومات، سواء في الاعلام او المطبوعات او يعني حتى عمل الاستطلاعات او غيرها. المواطنين نفسهم ما بيقدروش يعني يحققوا هذا الحق من خلال الاجهزه والوزارات الحكوميه في حاله غموض، حتى النص الدستوري بيقول انه يعني يسمح بالطعن في انه لو احد المواطنين حاول ياخد معلومه وتم رفضه، فهنا طلع انه ما فيش قانون، فبالتالي ما انتش عارفه تطبقي هذا النص الدستوري. بالاضافه كمان للنصوص الخاصه بالاعلاميين، يعني الاعلاميين والصحفيين هنا فكره انه من حقه ان هو الاجابه على اي استفسار من المسؤولين الا اذا كانت المعلومات دي سريه بطبيعتها او خاصه بالامن القومي، تمام، او وفق يعني وفق تعليمات خاصه بكده او وفق القانون. فهنا المعايير في نفسها هي معايير واسعه جدا، يعني ممكن تمتد لشؤون مختلفه. يعني ولو قارنا ده مثلا بعد وباء الكورونا في سنه 2020، انه ازاي انه كان في حرص في الحقيقه من اجهزه الدوله على تجميل كل المعلومات اللي ممكن يبقى يعني بتحكي عن حقائق او في المستشفيات الحكوميه او الخاصه بموضوع الوباء ده، وتحول فعلا كتير حتى من الاطباء اللي اذاعوا فيديوهات خاصه بالوباء اثناء عملهم، حلوا المحاكم وحبسوا احتياطيا واتعمل لهم قضايا. حتى المواطنين العاديين يعني حتى الان يعني كتير من ورسالتها المؤسسه في اكثر من تقرير في الموضوع ده، عندما يتحدث في فيديو ما حوالين موضوع يعني عام او موضوع حتى خاص، تمام، بيتعرض للحبس. الصحفيين بيحاولوا محاكم عسكريه ويحاكموا وفقا للقوانين والتشريعات الموجوده، وهم يعني ما بيخرجوش عن نطاق ان هم يمارسوا عملهم الصحفي. فبالتالي موظفين الدوله، كل القوانين سواء قانون الخدمه المدنيه الحالي اللي صدر في 2016 وما قام قبله قانون سنه صادر 47 76 بيضع قيود كبيره في الحقيقه على الموظفين في ان هم يعني يدلوا
مسرحات للصحافة أو يفشوا معلومات وقعت تحت أيديهم. في قانون خاص بالمحافظة على الوثائق الرسمية في صدر سنة 79 بيعتبر كل المستندات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي سرية، لا يجوز نشرها، لا يجوز تداولها أو إذاعتها كلها أو جزء منها. ففي الحقيقة الدولة بتتعامل مع فكرة تداول المعلومات، حتى كمان في الوضع الحالي أنت عندك هيمنة كاملة على فضاء الصحف نفسها، ويعني شفنا ظاهرة جديدة اللي هي صحافة السامسونج وإرسال معلومات معينة، مش بس على مستوى الصحف، على مستوى كمان المحافظات، يعني المراسلين الإقليميين في المحافظات بتجي لهم المعلومات عبر الواتساب، معلومات طبعا موجهة بشكل واضح ما بتخرجش عن نطاق، يعني ما يقدرش الصحفي ينزل يتابع يشوف ايه اللي بس بيحصل. خليني اقول لك، طب خليني اقول لك يا استاذ شريف، افتتح النهارده ايه او كذا، خليني اقول لحضرتك ايه ردود المسؤولين عن يعني عن عدم تداول المعلومات بالشكل ده. بيقولوا ان الاولويه هي حفظ الامن القومي، وان ده مرحله خطره، ومصر في الفتره اللي فاتت كانت بتواجه الارهاب، وفي الفتره دي المفروض ان احنا نركز على حفظ الامن القومي. هل يعني خليني اسال حضرتك، هل احنا عندنا اصلا تعريفات واضحه وصريحه في اللي كتبها المشرع المصري ايه هو الامن القومي، وايه المعلومات اللي ممكن تكون بتخل بالحفاظ على الامن القومي او تعتبر خيانه للحفاظ على الامن القومي، والى اخره من المصطلحات اللي بنسمعها دي؟ لا، ما عندناش في الحقيقه تعريف واضح لده، يعني حتى يعني لو بصينا نحن ممكن نقصره مثلا على الاخبار الخاصه بالمؤسسه العسكريه او بالمؤسسات الامنيه، لا، لما بنشوف تطبيقه بيمتد، يعني هو الدوله تعتبر ما تريد ان تعتبره معلومات خاصه بالامن القومي او انه دي معلومات سريه بطبيعتها، يعني حتى السياسات بما فيما يخص السياسات العليا ليها، يعني ما هو انت لما تقارني ده بتجارب دول اخرى، الدول الديمقراطيه بيبقى في مدد معينه اصلا للإفراج عن الوثائق المتعلقة بهذه السياسات، 25 سنة أو 50، وفي درجات، في درجة سرية للغاية أو سرية فقط، إنما هنا في الحقيقة الحظر حتى يعني داخل مؤسسات الدولة الحكومية اللي ما ملهاش علاقة أصلا بالأمن القومي، إنه من حق المواطن إن هو يعني يتوفر له معلومات. طب أنت يبقى يعني ضع تعريف محدد لهذا الأمن القومي، يعني وحتى على فكرة على مستوى التجارب الدولية الأجهزة الأمنية اللي بيتبص لها حتى الآن في دول العالم الثالث باعتبارها جزء من الامن القومي، بيبقى في جهات رقابيه عليها ويتناقش امورها داخل المجالس البرلمانيه، وفي سيستم بيتحط لان هي تفصح عن المعلومات الخاصه بيها سواء للمواطن او للجهات الرقابيه المختلفه. ما بقاش في فكره انه يعني احنا للاسف يعني في مصر عندنا القاعده هي انه كل المعلومات اللي ليها علاقه بالدوله واجهزتها هي معلومات خاصه بالامن القومي. يعني هل حد يقول انه فكره الكلام حوالين الكورونا والوباء ده خاص بالامن القومي؟ يعني انت برضه في واقعه تاكد ده، يعني في بدايات الكورونا لما صحيفه اجنبيه عملت تقرير صحفي وقالت انه في عندنا 16,000 حاله في مصر مريضه بالكورونا، هاجمتها هيئه الاستعلامات وقالت ده غير حقيقي وده يمس مش عارف ايه، ولغايه انت النهارده بتتكلم عن 300,000 حاله. يعني تخيلي انه في البدايه كان في اصلا استنكار انه لما عملت معادله حسابيه للوباء والحالات الموجوده، فلا ده عمليا الموضوع اكبر حتى من الارقام اللي بتذيعها الدوله، والدوله نفسها بدات تحط قيود على المعلومات الخاصه بالوباء وتذاع من خلال قناه معينه، وتقابل احيانا بالتشكيك في هذه المعلومات لما تقارنيها بالواقع في المستشفيات الموجوده في المحافظات. فبالتالي احنا محتاجين تعريف واضح في ده، ماشي، محتاجين قانون ديمقراطي يعني بيأكد الالتزام الدستوري الخاص بتداول المعلومات، محتاجين كمان انه الصحفي والاعلامي يعني في قيود في الحصول على المعلومه في القانون 180 لسنه 2018 الخاص بالصحافه. نعم، تمام. فكره حجم المواقع كمان الخاصه بالانترنت، ما هو ده جزء من التقييد للحق في تداول المعلومات. فبالتالي انت محتاجه في الحقيقه، انا ده التقييد مهم جدا واهميته في معالجه البنيه التشريعيه والقانونيه المقيده لتداول المعلومات، طبعا الى جانب بقى القيود الموجوده على حريه الراي والتعبير اساسا، وفكره نشر اخبار كاذبه، ويعني وده موجود حتى في كل القوانين، مشروعات القوانين، مثلا مشروع القانون الاخير الخاص بالحوادث الصحيه مواجهتها وكده، في بند خاص بنشر الاخبار الكاذبه والخاطئه ومعاقبه من ينشر يعني معلومات بهذا النوع. ففي الحقيقه محتاجين معالجه مختلفه من جانب الدوله وتتواءم مع النص الدستوري والمعايير الدوليه.
بنشكرك، كنت معنا من اسطنبول أستاذ شريف هلالي المحامي ومدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.